هذا كراد؟ ايه راح كراد كرتو بصل؟ ها لكن مثل البصل بيكون كيف تميزي لعم أصغر؟ بتميزي لعمه أصغر؟ ريحته كمان شمي ريحته توم بصل ضيع بين التوم والبصل شو في غير؟ شمار هذا هين هين هذا التاني ما عرفتي ايش هو لا فيش حرف السين ناسي شو بس هذا كتير قليل تتلاقيه منو هين تلاقيه هذا رس عني هيك ورقته كيف رس عني كتير طيب شو هالكبير؟ ما بعرف ايش اسمه هين ما بحبه أنا بقصه وخلي بس من فوق ما بخلي له نوع ما كتير بحبه بقصة شي نوع؟ هيدا أهم شي الشوك كل عشوكيت أنا هنا ما نعمل هذا دردرية الحرة في طعمة حر دردرية دردرية الحر صراحة هالكبار كلهم ايش اني هي ما بعرف ايش هو اللي بحبه ما بدي احطهم كلهم انا يعني بدي لقي لك حمايدة قصة و حمايدة زيتها هاي اللي بتطلع على اصفر لا غيره حمايدة طلع غير شكل خبايزة قصة اهم شيء يا خبايزة ما ارجعك اليوم بس بتذكري بالزمان وما تصوره وبعتها من اللي عنا هيدا الشوك هاي اللي قلت عنه طيب كتير طيب لا أمريكا أمريكا ما نشوف بس ما بيشوك إنه شوية كخشن بس يعصى بيصير يشوك بس ما بيشوك ما بيقول طيب هاي الخبايزة كنا مدورة ورقته نعم كيف طالب يبكير يعني حقيقي بسا شو فيه خبايزي كراد درد ريا ايه هو كراد كراد رجالي في هنا ايه شمار دبية الحرة دبية رص عني رص عني هيدا شو اللي هون هي فزيلة فزيلة شو الدعوة الفزيلة بس هي ما بيحطوا معهم بيكلوا هيك مع التوم سلطة الفزيلة غير دلوع الفجر هي نفس الشيء هيك بيعملون اثنينتهم بيطبخون نفس الشيء بس اني غير ماشي ماشي في شيء قصة بتقرينية؟ لا لا؟ كيف تطبخيها هاي اللي مع برغل؟ هاي بتغسلي انتو فرمي انت نشف منيح على في دل المي لأنه هاي لازم تتاكع النشف يعني بس ينشف منيح بتقلي بصلة نتفت حرمها بتصيري تزيدي من هون مفرومين ونتفت برغل وخلص بس يتبلوا دغري بتصيري ما بتخليهم يستوي ما طيب الملح وين بالاول ولا مع البرد اوكي دغري وحار ما في بهار ابدا بس برغل وحار زيت وبصل ده زيت يعني ما تبتلي بيت ماشي